سي بون. السلام عليكم، عصام الهمامي من نواب خارج الاتفاقيه في صفاقس. نواب خارج الاتفاقيه شنو نعرفكم عليهم بايجاز؟ صارت اتفاقيه بين سلطه الاشراف والنقابات اللي ماشيين تدبونا على دفعات. احنا بالنسبه لنا جينا ما جيناش ما في الدفعات اللي انتدبوهم اللي هي اخر دفعه في 22، حكم اللي احنا ما كملناش شرط الادماج اللي هو 5 شهور و15 يوم. قعدنا عندنا في اللائحه المهنيه مش يسويوا لنا وضعيتنا. من 2018 عندنا وعد مش الشكل وعد اللي احنا التسويه نتاع وضعيتنا مش تتم في القريب العاجل. بيان اليوم هذا من 2018 توا 2022 على الابواب نخدموا ما بالكونترا صحيح كل شيء، ما عندناش تسويه، ما عندناش يوم لتسويه وضعيتنا، ما عندناش عام مش ينتدبونا فيه، ما عندناش نخدموا بلا امل. معناتها الامل الوحيد اللي هو المفاوضات، وانتم تعرفوا درنير مول المنشور رقم 20 اللي هبط من رئاسه الحكومه اللي يمنع المفاوضات الا بموافقه رئاسه الحكومه. المفاوضات متعطله شويه لكن هذا ما يخدمناش. احنا تواصلنا مع النقابه الجهويه، تواصلنا مع الاتحاد التونسي لعام الشغل، تواصلنا مع الاخ نور الدين طبوبي، تواصلنا مع الاخ نبيل الهواشي كاتب العام تاع الجامعه العامه، وحد الان الوعود موجوده اللي هما مش يفاوضونا. انتم معتصمين عندكم؟ هذايا عملنا تحرك في 2 نوفمبر اللي فات، في الشهر اللي فات، من 2 نوفمبر اعلنا معتصم مفتوح في صفاقس 2، دخلنا فيه عندنا تو تقريبا فوق ال 50 يوم ولا 56 يوم معتصمين في المندوبيه، مرابطين لهنا. صحيح قابلنا شويه، حكينا مع المندوب، المندوب يوصل لنا في الصوت نتاعنا للوزاره وكل شيء، لكن الوزاره ما زالت سلطه الاشراف ما زالت تماطل فينا، ما زالت ما عندهاش برنامج باش تسوي لنا وضعيتنا. وهذا يا خويا تشوف اصغر واحد فينا عمره 35 سنه، وفما حتى ال 45 و 46 سنه خارج الاتفاقيه. هذه مظلمه كبيره، رانا ننجحوا في اعوام يعلم بها ربي، وانتم تعرفوا كورونا ومرضوا كل شيء. على اثر معناه بعد 65 يوم او بعد 50 يوم من الاعتصام تاعكم، شنو مخرجات وماذا قررت؟ بعد المده هذه من الاعتصام، الاتحاد عملنا اجتماع في الاتحاد باشراف الاتحاد التونسي، الاتحاد الجهوي للشغل باشراف السيد الاخ يوسف العوادني، وعملنا مع الكاتب العام للفرع الجامعي نتاع صفاقس التعليم الاساسي. عملنا اجتماع المتبني جميع تحركاتنا، مساندنا في جميع تحركاتنا. عليه عملنا اجتماع اخر بالمنسقين نتاع الجهات من كامل الولايات، صار نهار الثلاث في صفاقس. عمل باثر الاجتماع هذا قررنا ان سندخل في تحركات احتجاجيه متتاليه تنطلق من يوم 6 جانفي. 6 جانفي سيكون هناك تحركات جهويه وعلى المستوى الوطني في جميع المندوبيات، يمكن على اثرها مسيرات للولايات لما قرر الولايه للمطالبه بالانتداب، ويتم من اثره مسيره على الاقدام انطلاقا من يوم 8 جانفي الى حدود يوم 14 او 13 او جانفي، مسيرة نتقابلوا فيها على الأقدام باش نوصلوا للتحرك الوطني في القصر، باش يكون عندنا أمل اللي احنا حق المطلب نتاعنا هو الانتداب. واسبيرون سلطة الإشراف تستجيب للمطلب نتاعنا وتستجيب للتعب اللي قاعدين نتعبوا فيه في التدريس اللي سنين ربي واحنا ننجحوا في السنوات الدراسيه رغم الظروف اللي نقاسيو فيها. الخلاص ما احناش قاعدين نخلصوا في كل شهر. التغطيه الاجتماعيه حتى باش يعطيك كرني باش تداوي به كالعباد ما عندناش الحق فيه، يقصوا علينا في 150 دينار ومن فلوس عمناول مازلنا ما خلصناش، وقت عمناول مازلنا ما خلصناش، ونخدموا. اذا معناها كي نعملوا قراءه سريعه احنا في ميزانيه الدوله نتاع 2022 معناها نلقاو غياب بالنسبه لنا احنا غياب كلي. الانتدابات تخص الاتفاقيات الموجوده فقط، اما احنا نواب خارج الاتفاقيه غياب كلي في الميزانيه نتاع الدوله كومبليتمون. معناتها احنا امل الانتداب صعيب شويه امل بالقراءه الاوليه، لكن الامل نتاعنا في ملحق تكميلي للاتفاقيه الاخيره اللي هي اتفاقيه عام 22، معناتها نوليو ندخلوا في ميزانيه 23
فهمني معناتها. وهذا ما يصير كان من توا سي كان يدخل 22 ويبداو يتفاوضوا في ميزانيه 23 معناتها ما نجموش نوصلوا معناتها. فعلى السلطه الاشراف كان عندها رغبه باش تسوي لنا وضعيتنا من توا تحط يدها في يد. اذا ان شاء الله التحرك نتاعكم وقتاش ان شاء الله؟ التحرك نتاعنا الوطني ان شاء الله في القصبه يوم 13 جانفي بقدره ربي، لكن يسبقه تحرك مسيره على الاقدام تنطلق من بن قردان حتى نوصلوا للقصبه. من تطاوين. من تطاوين تنطلق من تطاوين صحيح، من تطاوين بن قردان صفاقس سوسه ومغيرة من الولايات نتقابلوا ان شاء الله في القصبه من اجل نيل حقوقنا وافتكاك حقوقنا كان سهل ربي ان شاء الله. شكرا. عايشك وبركة.